بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. أهلا بكم أحبائي في فيديو جديد من وصفة من وصفات الأستاذة. النهاردة فطور غني صحي لذيذ مشبع بمكونات بسيطة من البيت. نبدأ نقول المكونات. عبارة عن قبضة يد من السمسم، قبضة يد من بذور الكتان، قبضة يد من اللوز. طبعا الحاجات دي تبقى بديل الدقيق، يعني طبعا بيبقوا مغذيين مشبعين ويخلوكوا فترة طويلة شبعانة. وبعدين بنخلطهم ما نزودش في الخلط لان ممكن يتحولوا لزبدة. وهنا ده بروتين بودر، وبضيف على المكونات اللي هي هحط ازين بيها. عبارة عن زيتون مقطع اي لون، وهنا بيكربونات الصوديوم عشان احطه على البيض. وهنا الطحين اللي انا طحنته، وده طبعا بديل الدقيق مغذي ومشبع. الجيمر، قشطة جيمر، والبطين. احط على البطين البهارات اللي انا عايزاها، زي الفلفل الاسود، الشطة، بابريكا، الملح، بيكربونات الصوديوم، وطبعا هنا البروتين البودر، وبخلطهم طبعا مع بعض. بعد كده بضيف المكون اللي انا طحنته، اللي هو زي ما قلت لكم ده بديل الدقيق. هنا ضفت الموتزاريلا الاول، حط الموتزاريلا واخلطها. اضيف القشطة، لو ما فيش قشطة ممكن احط طبعا زبدة او سمنة، بس طبعا القشطة هتدي طعم لذيذ وتبقى واضحة في الطعم. بعد كده اضيف المطحون اللي انا طحنته، ما زودش في الطحن لان ممكن يتحول معايا وانا بطحنه يتحول للزبدة. طبعا السمسم غني بالكالسيوم اكتر من الكالسيوم اللي موجود في الحليب، وبذر الكتان ده صديق المرأة، بينظم الهرمونات وبيزود هرمونات الأنوثة. وطبعا اللوز غني بالمغنيسيوم، فطبعا كل الحاجات دي مكونات غنية وجميلة، أحسن من الدقيق العادي. بعد كده بعد ما خلطتهم أخلي قوامهم كده كريمي، وأضيفهم على طاسة على النار. الطاسة طبعا يكون فيها ممكن زيت زيتون أو ممكن زبدة أو سمنة. المهم هنا بقى المكونات اللي هزين بيها: فلفل الوان، وطبعا الزيتون، ممكن احط هاليبينو لو موجود عندك. انا ما كانش عندي هاليبينو فحطيت شطه في المكونات اللي انا كنت بخلطها في الاول. احطهم بالتساوي واسيبهم على نار هاديه لما واغطيهم لحد ما تستوي. طبعا المكونات هي لانها بترتفع فالمكونات ممكن تدخل جوه. بعد كده انت ممكن لما تستوي ممكن تحطي عليها مثلا اي حاجة تضيفي لها عليها، زي مثلا حبة البركة، او ممكن تحطيها معها وهي بتستوي عادي. بصراحة غنية جدا ومشبعة، مشبعة جدا، لان الكربوهيدرات العادية اللي فيها جلوتين الدقيق دي بتهضم بسرعة وبتخليكي تجوعي بسرعة، لكن الحاجات دي اللي هي بذر الكتان والمكسرات والحاجات والسمسم، كل ده بيخليكي شبعانة فترة طويلة. ممكن طبعا تاخديها معاكي في الدوام. احفظي عندك الفيديو لما يبقى عندك الدوام، لما يبدأ بقى المدارس وكده، بتحطيها في علب وبتديها لابنك وتقولي له انا مثلا ده بيتزا. طبعا احسن من البيتزا العادية ومغذية عنها كمان. بتقطعيها ممكن مستطيلات او بتقطعيها مثلثات. مشبعة جدا، انا والله فطرت بها انا وجوزي، كانت الساعة 10 فين لحد المغرب لما فكرنا على الغداء. جميلة جدا، مشبعة، فيها كل المكونات. الزيتون لذيذ جدا، الفلفل، وفيها بيض، فيها جبنة. ودي انا كنت عاملاها من غير ولا فلفل ولا زيتون ولا حاجة، برضو كانت مغذية جدا. اسيبها على نار هادية
وبتتقلب عادي، يعني بشيلها كده عادي بالمعلقة الخشب، بشيلها عادي وحطها على الطبق. ممكن طبعا تاكلي معاها، يعني ضيفي معاها مرتديلا، يعني على يعني يعتبر زي ساندويتش. وجبة فطور سهلة بسيطة، أتمنى إنكم يعني تجربوها، بجد مغذية جدا مشبعة، أتمنى تعجبكم. جربوها واحفظوا الفيديو لأيام الدوام، للي لسه ما راحش دوام احفظوا الفيديو للدوام وللمدارس، بصراحة جميلة جدا، وجربوها وإن شاء الله تعجبكم. أتمنى لو عجبتكم الوصفة، لو جربتوها وعجبتكم تحطولي لايك وحطولي شير، واكتبولي في الكومنتات إذا كنتوا جربتوها ولا لأ.